مقاولتنا اسمها ثروتي. المقاولة فكرة جات عن طريق الجيب في من أميديست. قررنا عن منظمة أميديست قررت عنها دير جيب معنا ونطرح أفكار مشاريع. أنا وصديقتي فكرنا في ثروة المنطقة. جات مزامنة مع وقت موسم الترفاس. الترفاس هو نوع من أنواع الفطر. منطقته نباته في الجنوب. سمينا المشروع ثروتي. ولقينا عن هذه السنة أنه يتم تصديرها مباشرة. أهل المنطقة ما استنفعوا منها. وجبرنا مكونات تجينا هون للسوق الوطني. مكونات مراهم الترفاس، مواد تجميل الترفاس. فالمادة الخام كتمشي من عندنا. قررنا عن هذه المواد عن نحنا نصنعوها هون في العيون. جاتنا هاي الفكرة من لحماية الثروة وتثمينها وإعطائها قيمة لدى المجتمع. ماشي من السهل انشاء مقاوله، حيتاش خاصها بزاف تاع الحوايج. واول حاجه خاص يكون الشراكه عندك قويه. مثلا انا لقيت صاحبتي هي دارسه، عندها دبلوم تاع الاعشاب الطبيه، وانا عندي الاجازه في الاقتصاد. يعني تعاوننا باش نقدروا ننشئوا هذه المقاوله تاع ثروتي. اصلا المراه الصحراويه هون هي صاحبه العمل، سواء كانت في البيت او خارج البيت. واصلا المراه الصحراويه بحكم صعوبه المنطقه تعتبر المراه الصحراويه حتى هي صعبه في مجال عملها، في مجال تربيتها. اي امراه في بيتها ولو تربي فقط ابنائها ومستقره في بيتها وتعتبر صاحبه مقاوله وصاحبه مشروع، لان هاي الاطفال جيل قادم ان شاء الله.